أهلا بكم إلى التقرير الاقتصادي. أعلنت وزارة النفط عن معدل الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر حزيران الماضي بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية سومو. وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت أكثر من 105 ملايين برميل بإيرادات بلغت أكثر من 7 مليارات. وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن المعدل اليومي للصادرات بلغ 3,521,000 برميل، مضيفا أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 69.322 دولار. كشفت مصادر مطلعة عن استعداد العراق لإعلان رفع صادراته النفطية لمئة ألف برميل إضافية بموجب اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك ومنتجين مستقلين، والذي يهدف إلى زيادة إنتاج النفط العالمي بنحو مليون برميل يوميا. وقالت المصادر إنه بموجب الزيادة المرتقبة سيكون حصة العراق من الحصة النفطية أكثر من 303,500,000 برميل يوميا، معظمها من محافظات الجنوب. وتابعت المصادر أن تلك الزيادة لن تؤثر على أسعار النفط العالمية وستزيد من واردات العراق المالية، ما يقلص العجز في الموازنة المالية. أكد وزير النفط جبار اللعيب استمرار المباحثات مع أربيل وأنقرة لإعادة تصدير النفط العراقي من حقول كركوك عبر ميناء جيهان التركي. وقال اللعيب إن المباحثات بين الحكومة في بغداد وكردستان والجانب التركي مستمرة من أجل إعادة تصدير نفط كركوك عبر ميناء جيهان، موضحاً أن قرار إعادة التصدير يعتمد على نتائج المباحثات، كما أن الطاقة التصديرية ستحدد وقتها. يعمل العراق على توحيد التعريفة الجمركية في جميع منافذه الحدودية والموانئ والمطارات. وأكد مدير عام الجمارك في كردستان سمال عبد الرحمن أن الحكومة في بغداد تنسق مع حكومة كردستان على توحيد التعريفة الجمركية. يذكر أن التعريفة الجمركية في المنافذ الحدودية بكردستان تختلف عن التعريفة الجمركية التي وضعتها الحكومة في بغداد. سجل مؤشر سوق العراق للأوراق المالية تداول 17 مليار سهم وبقيمة تجاوزت 10 مليارات دينار. وقال المدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبد السلام إن البيانات المتحققة عن مؤشرات التداول وللأوراق المالية خلال شهر حزيران الماضي تؤكد بأن عدد جلسات التداول التي نظمها السوق بلغ 17 جلسة، فيما بلغ عدد الشركات المتداولة أسهمها 64 شركة مساهمة من أصل 100 وشركتين. وبالنسبة لعدد الأسهم المتداولة من قبل الأجانب في الشراء، أكد عبد السلام أنه بلغ 912 مليون سهم، فيما بلغت قيمتها أكثر من ملياري دينار. نتابع الآن أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي.
بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.